إذاعة صوت العرب من أمريكا. في مسيرة الإسلام أعلام ساهموا في نهضته ورفع لوائه. أعلام في الإسلام. رحلة مع عظماء في تاريخ الإسلام قدموا بعلمهم وأفكارهم وأبحاثهم الكثير للأمة الإسلامية. أعلام في الإسلام من إعداد وتقديم محمد الشناوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج أعلام في الإسلام، نتعرف فيها على الدكتور طه جابر العلواني. هذا البرنامج يأتيكم برعاية حس إنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد. مرحبا، أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katranjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع، وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغان، ونتمنى لكم العفو والعافية. للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء F، أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. That's 248-869-4263. طه جابر العلواني مفكر وفقيه إسلامي عراقي، كان رئيس المجلس الفقهي بأمريكا ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بولاية فيرجينيا. حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة عام 1973. كان أستاذا في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض منذ عام 1975 وحتى عام 1985. شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة، كما كان عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة. هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1983 وكان رئيس جامعة قرطبة الإسلامية في الولايات المتحدة. العلواني فقيه عراقي جمع بين التكوين الأصولي الشرعي والعلوم الحديثة، وتمكن بفضل ذلك من صياغة مشروع معرفي امتزجت فيه الأصالة بالمعاصرة، وانحاز إليه البعض ورأوا في مشروعه تجديدا للمعرفة الإسلامية فيما ناصبه البعض الآخر العداء بدعوى أنه يمثل تهديدا للتراث وخروجا على ثوابته. ولد دكتور العلواني بمدينة الفلوجة العراقية عام 1935 لأسرة سنية، وتلقى تعليما دينيا تقليديا بأحد المساجد، ثم التحق بجامعة الأزهر لمواصلة تعليمه الجامعي. وفور تخرجه عاد إلى وطنه والتحق بالقوات المسلحة، وشاءت الأقدار أن يكون تعيينه بمكتب الترجمة المجاور لمكتب عبد الكريم قاسم الذي أطاح بالحكم الملكي في العراق. ويمكن القول بأن هناك حدثين هامين عاصرهما العلواني أثرا على مشروعه الفكري وأسهما في توجيهه إلى الوجهة التي اتخذها. الأول الاضطرابات السياسية التي صاحبت الانقلابات العسكرية التي شهدها العراق منذ أواخر الخمسينيات وأودت بحياة عدد من الرؤساء العراقيين، وكان العلواني قريبا منها، واضطر إلى مغادرة وطنه والإقامة بالمملكة العربية السعودية حيث عمل أستاذا للفقه وطوى بذلك صفحة الاشتغال بالعمل السياسي إلى الأبد. الأمر الثاني إخفاق المشروع الحركي الإسلامي كما عبر عنه عبد القادر عودة وسيد قطب، والذي دفع الأجيال الجديدة من الإسلاميين لا سيما الذين درسوا في الغرب إلى البحث عن مجال جديد يتم فيه التعبير عن الفكرة الإسلامية. وهنا برز المجال المعرفي بوصفه مجالا ملائما وجذابا لسببين: أولا تيقن أن جوهر المشروع الغربي ليس سياسيا وإنما فكريا، وهو ما يفسر استمرار النفوذ الغربي رغم رحيل الاستعمار ومحاولة إنتاج معرفة إسلامية بديلة مع اكتشاف الأسس التي تتأسس عليها المعرفة الغربية والتي لا يمكن فصلها عن هذه المعرفة. في ظل هذا السياق
ظهرت فكرة إنشاء كيان مؤسسي إسلامي يطلع بمهمة نقد المعرفة الغربية وإنتاج معرفة إسلامية، والتي جسدها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وكان الدكتور العلواني أحد مؤسسيه الأوائل. واحتضنت الدول الإسلامية الأسيوية هذه المجموعة الفكرية الشابة، وانعقد أول مؤتمر للمعهد العالمي في باكستان والثاني في ماليزيا، وأفلحت المجموعة في إقامة علاقة وطيدة مع بعض السياسيين الآسيويين مثل مهاتير محمد السياسي الماليزي الناجح، الذي أشرف على إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. ومع إنشاء المعهد العالمي في عام 1984 استقال العلواني من منصبه بجامعة الإمام وغادر إلى الولايات المتحدة، حيث شغل منصب مدير الأبحاث، وسرعان ما تولى رئاسته خلفا للدكتور الفاروقي. وفي أواخر حياته أسس جامعة قرطبة وانكب على مشروعه المتعلق بالدراسات القرآنية، وأنتج عدة مؤلفات في هذا الصدد. هذه المنعطفات الحاسمة التي شهدتها حياة العلواني انعكست جلية على مشروعه الفكري، الذي استهله بالاهتمام بالقضايا التي ألفها الشرعيون التقليديون كتحقيق التراث، حيث حقق كتاب المحصول للإمام أبي فخر الرازي، وتحقيق كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار للورداني، وانتهى بمراجعة جذرية للتراث كما تجلى في كتابيه لا إكراه في الدين وإشكالية التعامل مع السنة النبوية. يدور المشروع الفكري للدكتور العلواني حول عدد من المحاور التي يمكن تلخيصها فيما يلي: الجمع بين القراءتين، وتعني الجمع بين قراءة الوحي أي الغيب وقراءة الكون أي الشهادة. وحسب الدكتور العلواني فإن أول الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تضمن أمرا بقراءتين. الأولى هي قراءة الوحي النازل على رسوله، وهي قراءة تبدأ من الإنسان ولا تقوم على التلقي والتلقين وحدهما، بل على الأخذ عن الغير أيضا من سابقين ولاحقين بالمراجعة والمطالعة والقراءة والكتابة وتناقل الخبرات والمعارف بين البشر، وعدم الزهد في المعرفة من أي وعاء خرجت منه والتعامل المنهجي معها. ودعا الدكتور العلواني إلى الأخذ بالتجديد. والقراءة الثانية هي قراءة الكون ومحاولة اكتشاف سننه في الآفاق والأنفس. وبحسب العلواني لا يمكن الاقتصار على إحدى القراءتين دون الأخرى، لأن ذلك يتعارض مع منهج القرآن الذي يتفاعل فيه الوحي مع الكون في قراءتين متداخلتين تكونان معا بمثابة قراءة واحدة غير قابلة للفصم. لنتعرف معا على مفهوم التجديد كما شرحه الدكتور العلواني رحمه الله. نحن المسلمين لم تكن لنا قبل نزول القرآن الكريم علوم باعتبارنا عرب، ولذلك كان العلم قال الله وقال رسوله في بداية الأمر، ثم بنينا علوما فرعناها على هذا الوحي النازل وعلى سيرة وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلوم صارت تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وتوحيد. هذه العلوم ينتجها مفكرون أبناء زمانهم في أوضاع عقلية ونفسية وفكرية معينة، فإذا جاوزت ذلك الزمن وجاءت أزمان أخرى نجد أن الحاجة تصبح ماسة إلى إعادة النظر في بعضها، إلى تجديدها، إلى إحيائها. ولذلك كتب الإمام الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين. وكان يمكن أن يقال له: هل كانت علوم الدين ميتة في زمانك فأحييتها بهذا الكتاب؟ هو أراد بذلك أن يجدد فاعلية هذه العلوم بعد أن فقدت خلال القرون الثلاثة من عصر التدوين سنة 143 إلى عصره هو قابليتها للدافعية، توليد الدافعية لدى الإنسان المسلم، فكتب كتابه إحياء علوم الدين. فنحن حينما نقول في التجديد، التجديد هو تجديد
علوم التدين لتمكين الإنسان من أن يبقى متدينا، يبقى قادرا على التعامل مع مصادر دينه. يفترض في أن مهمة التجديد تكون مهمة أمة، لأن هي كالشهادة. ربنا تبارك وتعالى خاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمهمة التجديد هي مهمة أمة، ولكن دائما النخبة أو مجموعة أهل الفقه أو أهل العلم، نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فتكون أفكار التجديد أفكار نخبة ربما، ولكن إنجاز أمة. الأمة كلها ينبغي أن تجتمع على هذا. اتخذ العلواني موقفا مزدوجا من التراث الفقهي الإسلامي، فمن جهة ارتأى ضرورة مراجعة بعض القضايا التراثية كحد الردة، ومن جهة أخرى آمن بضرورة التجديد الفقهي بل طبقه في محاولته وضع أسس فقه الأقليات ومعالم منهجيته. وفيما يخص الأولى، ذهب العلواني لأنه بعد مراجعة مستفيضة لكل ما يتعلق بمسألة الردة ارتأى أنه ليس هناك ما يسمى بحد الردة في الإسلام، واستند في ذلك على عدد من الشواهد، منها أن القرآن الكريم أكد على الحرية الدينية بنص صريح ولم يذكر عقوبة دنيوية لمن يفارق دينه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق حد الردة، وأن هناك اختلافات بين المذاهب الفقهية حولها. ويخلص العلواني من هذا كله أنه ليس في الإسلام حدا للردة، وإن القول به جاء نتيجة تغليب العنصر السياسي على العنصر الديني. أما الثانية والمتعلقة بفقه الأقليات، ففيها يذهب العلواني إلى أن الفقه الموروث لا يصلح في مجال التنظير المعاصر لعلاقة المسلمين بغيرهم، فهو على ثرائه وتنوعه أصبح جزءا من التاريخ لأسباب بعضها يتعلق بالمنهج وبعضها الآخر يتعلق بتحقيق المناط. ومن ثم